هو مرشح تحالف عزم عن محافظة الأنبار الدائرة الأولى تسلسل 40. دكتور، الناس تقول لك نريد تغيير، وهذا التغيير مو فقط بانتخابات، بهيكلية وهيكلة الدولة كلها، نظام الحكم يراد يتغير. تؤمنون بأنه نظام الحكم في العراق بالفعل أنتم كمرشحين وكسياسيين بحاجة إلى إعادة نظر؟ طبعا بالتأكيد، يعني هنالك خلل بنيوي كبير في النظام السياسي ناتج عن الاستعجال أو الظروف التي كتب بها الدستور، واليوم كل القوى السياسية أدركت هذه الحقيقة. لكن الدستور العراقي شبه جامد، وعملية التعديل قد تكون صعبة إلا إذا توفرت إرادة سياسية لغالبية القوى السياسية لكي تعدل هذا النظام. نعم، هنالك حاجة كبيرة جدا للكثير من التعديلات. لا نستطيع نحن كسياسيين أن نتبنى أي منهج آخر لتعديل النظام إلا من خلال الدستور أو ما أتاحه الدستور، حتى وإن كان طريقا صعبا أو ممرا ضيقا للتعديل. لكن أن يكون الطرق الأخرى للتعديل سواء قد تكون صعبة جدا أو تذهب بنا إلى الفوضى. نعم، يعني لا يمكن أن نراهن على الثورات أو انقلابات أو ما إلى ذلك، لأن العراق لا يتحمل فوضى سياسية أو مجتمعية. وبالتأكيد أن يكون طريق التغيير أو تعديل النظام من خلال إصلاح النظام لذاته هو الطريق الأفضل.